فطور صباح برعاية كوندي شوكو وأوبي حليبي منزلية الصنع. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم نجود للطبخ والحلويات. اليوم كما راكم تشوفوا راني درت للدراري كوندي شوكو وأوبي حليبي في البيت، معنتها هذاك الحليب اللي يتباع غالي في الأسواق رايحة نخدمه في المنزل بأقل تكلفة وبأبسط طريقة. كوندي شوكو هذا اللي تباع في المحلات العامة بأثمان باهظة هو وأوبي حليبي، بإمكاني الآن نقدر نديره في البيت، وكذلك نوهم الأطفال بأني شريته لهم برا، وهذا بالاحتفال بالعلب اللي كنت استعملتهم مسبقا. نشلوا العلبة مليح مليح نحتفظوا بها، ونهار نديرها لهم نفرغ الكوندي شوكو في العلبة ونستعملها مباشرة، وهكذا يحبوا دراري هذا الطعم حتى وإن اختلف عليهم إلا أنه يحبوه لأنه يعتقدوا بلي راهم شيرين برا. كما تعرفوا الدراري دوكا العقلية اللي عندهم يحبوا كل حاجة اللي تتباع من برا، لذلك بإمكاني نحضر هاد المكونين في المنزل بأقل تكلفة، ودراري نضمن بلي أنهم يشربوها ويتمتعوا بالطعم اللذيذ تاع هاد كوندي. ولتحضير هذا الكوندي شوكو يلزمنا هذه المقادير التالية: عندنا ريت الحليب فيه ملعقة تاع الكاكاو، الكاكاو على حسب كاين هذاك الغامق هذاك اللي يعطي نتيجة مليحة، عندنا ملعقة تاع مايزينا والسكر حسب الرغبة. أنا ندير هنايا حوالي 3.5 إلى 4 معالق، كل واحدة وش حبت تدير على حسب ذوق الحلاوة اللي تحبو. هنا درت ملعقة قلنا تاع كاكاو زائد ملعقة تاع مايزينا، كما راكو تشوفو أني درت 3 معالق تاع السكر ونصف. هنا تقدري ديري حتى 5 معالق، وهنا عندنا ذوق الشوكولا اللي شريتوه ويتباع في الأسواق راح نديرو في آخر مرحلة، حتى كي يتغلى لي الحليب حندير هذيك الملعقة تاع الشوكولا. نحطو الخليط تاعي على النار وما نساوش نقعد نحرك فيه لأنه المايزينا والكاكاو راحين يهبطوا لي في القاع ومن بعد راحين يتكتلوا لي، لذلك لما نديرو لازم دائما بلافوي نقعد نخلط فيه حتى يمتزج الخليط. هنا الكاكاو بإمكاني نزيد شوية باش اللون يزيد شغل يقسح لي. هنا نقعد نتبع المزيج تاعي بلافوي حتى ما يتكتليش قلنا المكونات في قاع الطنجرة. كما تعرفوا الدراري تاعنا مع صباح ربي دائما ما يحبوش يشربوا القهوة تاعهم، تفرغيها لهم في الكيسان يخلوها هكذاك ويروحوا، لذلك حنا ماذا بينا نحوسوا على حيل اللي يخلوهم يشربوا الحليب تاعهم او ياخذوا المخزون تاعهم من الكالسيوم والبروتينات بطريقه او باخرى، سواء شربوها مع القهوه او بطريقه كيما اللي راكم تشوفوها. انا رايح نزيد لهنايا الكاكاو باش نعزز اللون تاع الكوندي ديالي هكذا باش يجيني شويه حامق ويشبه ديال برا. الاخت لازم تكون كما نقولوا حيليه في تعاملها مع الاطفال تاعها وتخليهم يشربوا الحليب تاعهم وهما راضين وفرحانين ويروحوا للمدرسه تاعهم بكل نشاط وقوه. هنا الحليب تاعي يعني راهو بتقال، هنا الاخت هي تقدر تتحكم في الكوندي ديالها ولا شتيه تقال لك بزاف تقدر تزيديلو شويه حليب باش تحصلي على النتيجه سوا سوا، ولا شتيه كما نقولوا كان خفيف معليش زيديلو شويه مايزينا مخلطه مع الحليب راح يتقال لك. هنا زدت هذيك العطر تاع الشوكولا، يعني هذا العطر هذا راح يعطيك ميزه ما شاء الله، راح يولي شبه نفس الكونديا اللي حتشريه من برا. هنايا كما راكم تشوفوا
الكونديا ديالي ساهل ومهل بكل بساطة. راني درتو ريت الحليب مغرف تاع مايزينا، مغرف تاع كاكاو او مغرف ونص، والعطر هذاك اللي حيتباع حيقعد لك شحال. هاك شتو درت مي با ملعقة او ملعقة تاع قهوة صغيرة حتعطيك النكهة المطلوبة. هنا خليه يبرد انا تماما، ولا شفتو تقالي بزياده راح نزيد شويه نديرلو عفوا نديرلو شويه حليب يكون دفيتو من قبل ولا سخنتو، نزيدولو شويه ويجيني سواسوا. من توت هذا الحفظ ديالو 24 ساعه، انا خدمته في الليل وراح نحتفظ به في هذه العلبه اللي كنت شريتها من قبل، غسلتها مليح مليح وراح نستعملها. فرغ فيها هاد الكونديا بعد ما برد تماما، نخبيها فيه ونحتفظ به في الفريجيدار او في الثلاجه، يشربوه دراري ان شاء الله مع صباح ربي، واللي قعد منه يكملوا يشربوه في المساء. لذلك هذا المنتوج ماهوش ما نعطيش للدراري فوق هاد المده هذه، لانه ما فيش مواد حافظه حتطول لي في عمر المنتوج. انايا نستعمل منتوجات كما نقولوا محليه، لذلك اللي دير هذا الاسمو دير قسمه يشربوا ولادها برك، ماشي شرط ديري كميه كبيره وتحتفظي فيها في الثلاجه. هاد المصانع اللي يديروا هذا الاسمو هاد المنتوجات يديروا مواد حافظه تزيد في عمر المنتوجات تاعهم، وبطبيعه الحال تنقص في عمر ولادنا، ربي يحفظهم ان شاء الله ويبعد عليهم هذا السموم الخارجي. بنفس المبدا وبطريقه مختلفه نوعا ما راح نديروا اوبي حليبي، راح نتبعوا مع بعض. عندنا ريت الحليب، عندنا ملعقه مايزينا، السكر قلنا حسب الرغبه، علبه ياغورت، وكذلك ملون طعام احمر، وعطر فراوله. هنا نديرو في ريك الحليب ندير هنايا حوالي 3 معالق ونصف سكر، هنا كيما قلت لكم تقدروا تزودوا السكر حتى لخمس معالق. نزيد هنايا عندنا ملعقه كبيره تاع مايزينا، ملعقه كبيره تاع مايزينا، و نخلي الخليط على النار مع اضافه ملون غذائي. هنا شويه برك نديرو شويه ما كتروش الملونات، هنا فيما بعد ممكن نزيد اللون على حساب رغبه الاطفال. يعني ندير المزيج تاعي على النار ونخليه يتكثف على نار معتدله مع التحريك المستمر. هنا كما قلت لكم نفس المبدا، اذا في مره من المرات شريتي العلبه تاع اوبي حليبي من الافضل تحتفظي بالعلبه هذيك وتخليها لهاد الاستعمالات. هنا ننصح الاخت بنصيحه، انا واش حندير في اخر المرحله حنزيد علبه الياغورت. هذه العلبه يعني حت هنا قبل معطر، عندي معطر هنا تاع الفراوله، وفي الاخير حنزيد علبه الياغورت لانه حيشكل فارق كبير لما ندير علبه الياغورت، حتعطيني واحد النكهه ما شاء الله نفس الاوبي حليبي اللي حتشريه في الخارج. لكن لما ديري الياغورت بطبيعه الحال هنايا مده الحفظ تاع هذا المنتوج راح يكون مختلفه. هنا كما قلت لكم العطر هاوليك، عندي ملعقه صغيره حنديرها تاع عطر الفراوله، ولتعزيز النكهه قلنا حنزيدو علبه تاع الياغورت بنفس النكهه نكهه الفراوله. هنا باش نتاكد بلي حيكون لي نفس الطعم، لكن قلت لكم باش تحتفظوا بالخليط هذا مده طويله، نقصد بها مده طويله يعني تجاوز 24 ساعه او تتجاوز حتى 12 ساعه، لانه اذا درتي ياغورت راح يكون مده الحفظ تاعو حوالي 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع اقصى تقدير. علاه؟ لانه الياغورت فيه مخمرات او بكتيريا مخمره، يعني في ظرف وجيز رايح يرجع لنا هذاك الحليب، حي يخثر لنا او يفسد لنا الحليب. وفساد الحليب هذايا يعني ماشي دائما ما يكونش مليح، وانما
فساد الحليب ديالنا بطبيعة الحال ماشي دائما حيكون بصورة عكسية، وإنما حيكون شكلنا ياغورت طبيعي، ياغورت طبيعي من النوعية رفيعة. شتو الياغورت بغاسي هذاك اللي تباع في الأسواق، رايحين نخدموه بهاد الياغورت بعد ما حنايا بطبيعة الحال الهدف تاعنا الأولاني هو نخدمو أوبي حليبي. الياغورت هدايا حنضيفو في آخر مرحلة لما يبرد شوية الحليب تاعي، رايح نضيف الياغورت تاعي. لذلك مدة الاستهلاك تاع الحليب هذه حتكون من 6 سوايع 8 سوايع لا غير. إذا حبيتي تستعمليه كياغورت خليه مدة جوز 12 ساعة، رايحة تحصلي على ألذ وأروع ياغورت بغاسي. هنايا نزولا لرغبة البنات، حبوا يكون لون معزز شوية، يعني وردي شوية غامق، يعني زد شوية. أنا بطبيعة الحال هنستعمله يا كأوبي حليبي، اللي فضل منه راح نشوفه فيما بعد في آخر الحلقة أو في آخر الفيديو، راح نشوفه كيفاش هيولي. أنا حنفرغ الخليط تاعي أو الحليب تاعي هذا يا المنكه بالفراولة، راح نخبيه في علبة زجاجية. هنا الأخت اللي عندها بوطة تاع أوبي حليبي محتفظة بها من قبل، تكون غسلتها مليح مليح وتفرغ بها مباشرة الخليط، تحتفظ به قلنا مدة 6 سوايع أو 8 سوايع حتى الغدوة من ذاك تشربوا لولادها بالصحة والراحة. هنا راح نقدم هذا أوبي حليبي يكون ديال شوكو مع قطع خبز تاع باندومي أو خبز اللب، هتشوفوا الطريقة أمامكم. باش نحضروا الطريقة نحتاجوا الخبز اللب أو باندومي مع بيض وزيت وقطع تاع الزبدة. نحط مقلاة على النار، نحط فيها زوج قطعات تاع مارغرين أو زبدة من الأفضل، هنايا نخلوهم يدوبوا، فيما بعد راح نديروا زوج قطعات تاع باندومي على حسب ما تربط المقلاة تاعكم، نحمصهم في الأسفل. وكما تعرفوا هذا الخبز من السهل أن شغل نخدموه في البيت تاني بكل سهولة، نقدر نخدموه. أنا ما حبيتش نطول معكم الفيديو برك، استعملته جاهز. هنا حطيت زوج قطعات تاع هذا الخبز. هنا تقدر الأخت مباشرة تدير بعد ما دكون حندير أنا ثقوب بواسطة طابع دائري، راح ندير ثقوب. هنا تقدر الأخت مباشرة تنزع هذيك الثقوب ودير حبة بيض. أنا حبيت نحمص الجهتين تاع الخبز تاعي، وكل أخت حرة في الطريقة. أنا بعد ما يتحمر لي دوك الجزء السفلي رايحة نقلب الخبز تاعي وننزع الدوائر. هنا بعد ما يتحمر الجانب السفلي راح نقلب الخبز تاعي ونحمره الى الجانب الاخر. ما نساوش نكملوا الحفاري هذوك، نحيو القطعه تاع الخبز ونحطوها نكملوا تحمر في جانب المقلات. الفراغ هذا اللي احدثناه نستغلوه ونديروا فيه حبات البيض، نكسروا كل حبه بيض نكسروها في جزء من الخبز هذاك، نكسروا حبة بيض في القطعة الأولى، نزيدوا القطعة الثانية، ومنساوش نديروا الملح. نغطيو المقلات إذا حبينا تشكل طبقة فوق الصفر البيض، ولا حبينا نخليو الصفر يبان هكذاك نخليو ما نغطيوش المقلة، لكن تأكدوا بلي حاجة تاخذ لنا وقت طويل على كي نغطيوها. هاي لك النتيجة أمامكم، الخبز اللي درناه هدايا اللي غطيناه بالمقلة والأخر اللي ما غطيتوش. هنا اللي غطيته حيكون ما شاء الله يعني، وما ياخذ ليش وقت طويل في الطهو، لكن من داك الأطفال يعني يكونوا شوية يهتموا بالمنظر الجمالي أكثر، لذلك
نديرو على رايهم. لحقنا نهاية الفيديو، كنا حضرنا معكم أوبي حليبي وكونديا شوكو اللي خدمناهم في المنزل واستغنينا على شرائهم من المحلات. هاد الأكواب شريتهم خصيصا للأطفال، لأنه كما تعرفوا دراري يهتموا بالشكليات أكثر، ولما ديري لهم هي لو كان قهوة حليب أو الماء في الكاس هذاك يعطيهم طعم مختلف. لذلك ماذا بينا حنايا نمتعوا أطفالنا ونخليهم يتذوقوا الأمور اللي استعملناهم أو خدمناهم في المنزل بدون حاجة إلى شرائهم، بدون حاجة إلى تضخيم الفواتير. هنايا درنا الخبز تاعنا كيما راكم تشوفوا بالبيض، كاين خبز قطعناه مثلثات دهناه بالشوكولا والآخر بالمعجون، وهكذا يا شكلنا أحلى فطور صباح. هذا أو بحليبي اللي قلت لكم معلي لما تجاوز فترة حفظ تاعو قلنا 12 ساعة يولي لكم ياوغت بغاسيك كما راكم تشوفوا، يعني ما تندموش عليه، ما تقولوش سدنا الحليب، وإنما حيكون ما شاء الله طعم ديالو مختلف، بالعكس حيموتوا عليه الأطفال ويقول لكم لا لا خلونا ما نشربوش حليب خليه يفسد يكون ليه هكذايا. أنا معليش هاوليك هاو ياوغت كما تشريه في المحلات ياوغت بغاصي. هنا كل اللي تاعها حليب درنا لها قلنا علبة تاع ياوغت واحدة اللي هي اللي خمرت لنا المنتوج تاعي أو الحليب تاعي خلاتو بغاصي. هنا أخوات إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.